السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أنا عندي 3 أسئلة يا شيخ مصطفى، هقولهم لك بسرعة كده وبعد كده. أول سؤال، لو أنا يعني ما كملتش صلاتي وسجدت سهو، يعني أتميت صلاتي وسهيت ومفروض الناس بتسهو، وبعد كده نسيت وما سجدتش كمان سجدتين السهو ومشيت وافتكرت في الطريق، فواجب عليا ان انا اعيد الصلاه ولا لا؟ لا، الصلاة صحيحة، يعني سجود السهو واجب لكن تركه لا يفسد الصلاة.